بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبات وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم. السؤال اللي قدامكم السؤال رقم 16. السؤال بيقول: جسم يتحرك بحيث كانت كمية حركته عند الزمن نون تعطى بالعلاقة ميم بتساوي ألف زائد باء نون أس 2. الألف والباء دول ثوابت، طب مين الميم ديت؟ طبعا كمية الحركة زي ما انتوا عارفين. طيب الجسم بيتحرك في علاقة زي ما انتوا شايفين اهوت بين كمية الحركة والزمن، وفي ألف وباء ثابتين. عايز القوة المؤثرة على الجسم قاف. القوة المؤثرة على الجسم ايه؟ قاف. مالها؟ بتتناسب مع مين؟ قاف دي بتتناسب مع مين؟ هل مع نون ولا مع واحد على نون ولا نون أس 2 ولا نون أس 3؟ هو ده السؤال. احنا عندنا قاعدة بتقول القوة بتتناسب مع المشتقة الأولى لكمية الحركة بالنسبة للزمن. يعني لما اشتق كمية الحركة بالنسبة للزمن يبقى دي بتتناسب مع القوة، وكان الكلام ده في السؤال اللي فات حتى قعدنا نتكلم في الموضوع ده، وقلنا ان انا لو اشتقيت كمية الحركة بالنسبة للزمن فده اسمه قاف. يبقى القاف بتتناسب مع مين؟ مع تفاضل كمية الحركة بالنسبة للزمن. طب ده شيء كويس جدا. طب يعني انا لو انا حبيت اشيل الميم واحط مكانها الف باء نون اس 2 هيبقى القاف بتتناسب مع مين؟ تعال نشتق الميم بالنسبة للزمن، يعني دال على دال نون لالف زائد باء نون اس 2. طبعا هيبقى القاف بتتناسب مع مين؟ الالف ده ثابت، ما اشتقه بالنسبة للزمن يدي صفر، ما اشتق باء نون أس 2 يدي 2 باء نون. هيبقى القاف بتتناسب طرديا مع 2 باء نون. طيب الباء ده، الباء ده ثابت خد بالك، وبالتالي فيبقى القاف بتتناسب مع مين؟ مع النون. القاف بتتناسب مع النون اللي هو ألف. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا طريقة حل السؤال. استنوني في السؤال القادم في التوقعات.